بسم الله الرحمن الرحيم. نقول في بداية هذا اللقاء: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لنا مواسما للخيرات، ووفقنا جميعا لفعل الحسنات والطاعات، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مع لقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم الأربعاء. أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نقول أيها الإخوة والأخوات، الحجاج والعمار وهم ينعمون بهذه الأجواء الإيمانية العبقة، تظللهم السكينة وتغشاهم الرحمة، وهم يعيشون الأمن والأمان والطمأنينة والسعادة في ظل هذه الخدمات الكبيرة والرعاية المتواصلة التي تهيئها هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام. فالحجاج والعمار هم وفد الله، فشكر الله لخادم الحرمين الشريفين أنتم وولي عهدكم والنائب الثاني والمسؤولين في هذه البلاد المباركة على ما يبذلون من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء، ووفق حجاج بيت الله الحرام في تأديتهم لهذا الركن العظيم، الركن الخامس. لعل لشيخنا العلامة شيخنا المحبوب صالح الفوزان كلمة نستفتح بها هذا اللقاء المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحن والحمد لله نعيش هذه الأيام في أيام مباركة وفي بقعة مباركة، فنحن نعيش في عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وهي الأيام المعلومات التي قال الله جل وعلا فيها: واذكروا الله في أيام معلومات، وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي أيام ذكر لله وتكبير وصيام وطاعة لله عز وجل. وفي التاسع منها يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام، وفي العاشر منها يوم الحج الأكبر، فهي أيام مباركة محفوفة بالخير ومشحونة بالبر والطاعات لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ونحن في أمان أيضا، في أمان وأمن ولله الحمد، مبسوط على هذه البلاد بسبب تحكيمها لشريعة الإسلام، تحكيم الشريعة، وبسبب رعايتها لبيت الله الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من أمن بإذن الله، ومن مطعم ومشرب ومسكن وتنقلات آمنة. الحمد لله على هذه النعم العظيمة، نسأله أن يتمها علينا وعلى المسلمين، آمين، وأن يوفق الجميع لشكرها، الحمد لله.
وأن يجعلها في طاعته ونيل مرضاته. آمين. نعم، أحسن الله إليكم على هذه الكلمة. الأخت أم خالد أرسلت رسالة تقول: نرجو أن تعرضوا هذا السؤال على الشيخ صالح. تقول: في الأضحية هل يجوز أن أعطي أضحيتي لبيت أيتام؟ ومن الذي يمسك عن قص الشعر والأظافر، أنا أم أو الأولاد الأيتام؟ الأضحية يا أخت شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة، ومكانها في بيت المضحي وأولاده، يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها. وإذا أرادوا أن يعطوا الأيتام منها هذا شيء طيب، وإن أرادوا أن يتصدقوا عليهم من غيرها فالله وسع على المسلمين الأرزاق، والصدقة لهم مطلوبة، لا تنحصر في الأضحية، بل قد يكونون بحاجة إلى النقود، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الكسوة، فتتلمس حاجتهم. نعم. هذا السائل يقول: ما الذي نأخذه من التلبية؟ وأما نعم، لحظة، وأما الشعر والأظافر فيمسك عنها من يريد أن يضحي، إن يريد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وأما من تدفع له الأضحية لينتفع بها فلا علاقة له بذلك، إنما هي من يريد أن يضحي، كما في الحديث أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح الأضحية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في التلبية مظاهر وأسرار للتوحيد، ما أبرز هذه المظاهر يا شيخ في التلبية؟ التلبية شعار المحرم، وهي إعلان للتوحيد، فأول ما يتلفظ به المحرم عند عقد الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالله جل وعلا شرع لنا أن نعلن هذا عندما نعقد الإحرام لنتذكر به أن مناسك الحج يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها شركة لأحد، ولا لمطمع دنيوي، ولا رياء، ولا سمعة. ومن باب أولى أن الحاج، بل المسلم عموما في حج وغيره، يتجنب الشرك الأكبر والأصغر، لا شريك لك، يتجنب الشرك الأصغر والأكبر حتى تصح أعماله، تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تذكير للحاج بأن يخلص حجه وعمرته لله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة بأداء مناسكهما لله، يعني خالصة لله عز وجل، ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، يعني لا يحج من أجل أن يأخذ مطمعا دنيويا، إنما يحج رجاء ثواب الله عز وجل. وما يعطى من المال يستعين به على الحج هذا لا بأس به، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح على تليفون البرنامج، والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة بعد قليل: 80 88 3 أصفار، 80 88 3 أصفار.
من الأسئلة التي وردت قبل البرنامج يا شيخ، الإخلاص مطلوب من المسلم، ولكن كيف يتحقق في الحج وفي مناسك الحج؟ يتحقق فيها بأن يخلص النية في حجه وعمرته ومناسكه وجميع عباداته، يخلص النية لله عز وجل ويتقرب بها إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، بهذا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل ومثابا عليه فاعله. نعم. أيضا من أسئلته فقرة يقول: الإيمان بالرسل كيف تكون علاقته بالحج؟ الحج لا يصح إلا إذا توفرت أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا تصح جميع الأعمال حتى يؤمن بهذه الأركان إيمانا لا يخالطه شك ولا ريب، إيمان جازم. مع أركان الإسلام الخمسة التي هي إقام الصلاة، التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فهذه أركان ظاهرة، وأركان الإيمان أركان باطنة، لا بد أن يجتمع ويصلح الظاهر والباطن لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. الفقرة الأخيرة في رسالة الأخ يقول: في حديث المصطفى أو في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ماذا يستفيد الحاج والأخت الحاجة من هذا القول؟ يستفيد منه أنه يجب أن يكون أفعال الحج وأقوال الحج وأعمال الحج كلها على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني وأدوا حجكم على موافقا لما فعلته في حجي وعمرتي، لأنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن شروط صحة العمل أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يكون خالصا لوجه الله عز وجل. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، في الحج تحقيق أصول ملة إبراهيم عليه السلام من خلال تأدية المسلم لمناسك الحج، فلعل الشيخ يتحدث عن ذلك. نعم، الحج من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى هذا البيت بأمر الله، وأذن في الناس بالحج كما أمره الله سبحانه وتعالى، فكل من جاء حاجا أو معتمرا فإنه يكون مجيبا لهذا الأذان الذي هو الدعوة إلى الحج والعمرة، ولهذا يقول: لبيك، والتلبية هي الإجابة، أي لبيك، لبيك لندائك وأذانك، فأنا جئت مجيبا لهذا، لبيك اللهم لبيك، مجيبا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. لعل زميلنا المخرج محمد الخالدي يحول علينا المكالمات والمهاتفات، وذلك للاستماع إليها من قبل فضيلة الشيخ. ما زلنا ننتظر هذه المكالمات وتحويلها. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ صالح يقول هذا: ما حكم من نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا، هل عليه هدي؟ لا يجوز له ذلك. إذا أحرم متمتعا بالعمرة
إلى الحج فإنه لا يغير ذلك إلا إلى القران، فإذا أدخل الحج على العمرة صار قارنا فإنه يكون متمتعا أيضا، لأن القران تمتع لأنه أدى عمرة وحج. أما أن يغيره للإفراد هذا لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصال الأول، عبد الكريم من الخارج، تفضل عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ صالح. لي ثلاث أسئلة الله يحييك. تسمع الشيخ صالح؟ تسمع السائل؟ الشيخ صالح تسمع السائل؟ لا. طيب لسه الشيخ ما سمع. لا لا لا, لا أسمع. طيب عطنا السؤال الأول. السؤال الأول الله يحييك، ناويين إن شاء الله أن نحج هذه السنة بالإفراد، لأن رحلتنا من الرياض إلى الحج تكون يوم 7، فأكيد أن ما نقدر نتمكن أننا نأخذ أي نسك إلا بالإفراد. هل نذهب إلى منى وهل يلزمنا تأدية الخمسة الفروض في منى؟ طيب هذا بالنسبة للسؤال الأول. طيب شكرا. هذا عبد الكريم يقول الشيخ صالح ناويين إن شاء الله الحج هذه السنة وأخذنا بمنسك الإفراد فلا يمدينا أن نأخذ بالمناسك الأخرى، كيف نؤدي الصلاة وماذا توجهون في ذلك؟ إذا أخذت في منسك الإفراد فإن لك أن تنتقل إلى ما هو أفضل منه، إلى منسك التمتع أو منسك القران. أما أن تتحول إلى ما هو دونه فلا. فإذا أحرمت في الحج مفردا ثم وصلت إلى مكة فإنك تطوف وتسعى للعمرة وتحلق أو تقصر للعمرة ثم تتحلل منها وتحرم بالحج في اليوم الثامن، وهذا أفضل من بقائك على الإفراد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أصحابه وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من عمرتهم وأن يجعلوها عمرة، فهذا أفضل. نعم. طيب السؤال الثاني عبد الكريم. السؤال الثاني الله يحييك تكملة للسؤال الأول. إيه؟ في ضيق الوقت ما يمدينا نحن ناتي بالعمرة والسعي وطواف القدوم، فأنا قلت أن رحلتنا تتأخر وربما ناتي إلا في نهاية اليوم الثامن إلى مكة فنصعد لمنى طوالي، هل هذا العمل جائز ولا لا؟ إذا ضايقكم الوقت فإنكم تحولون التمتع إلى قران، إلى حج وعمرة مقترنين، تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج وعليكم الفدية. نعم. طيب السؤال الثاني عبد الكريم. ما هو الإحرام الجائز للمرأة الكامل؟ شكرا. وهل تلبس الشراب والقفازين؟ بارك الله فيك، شكرا، نكتفي. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، تلبس ما شاءت من الثياب، ليس لها ثياب إحرام خاصة، إلا أنها لا تلبس البرقع النقاب ولا تلبس القفازين على اليدين شراريب اليدين، وما عدا ذلك فإنها تلبس ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه زينة، وتلبس الشراب على الرجلين لا بأس. طيب الصوت فيه تشويش، فيه تشويش، لعلكم تعالجون الصوت فيه تشويش. طيب شكرا شيخ. فضيلة الشيخ، ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟ ذكر المحجوج عنه عند الإحرام ليس بلازم، الكلام على النية، إذا نوى الإحرام عن والدته انعقد ولا حاجة إلى أن يقول عن والدتي.
نعم. طيب أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد الحج، فأي الكتب ينصحني الشيخ صالح بقراءتها كي أحج على بصيرة؟ الكتب كثيرة ولله الحمد، ولكن الأقرب منها المختصرات في منسك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فيه توضيح كافي لأعمال الحج، وفي منسك الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا منسك مختصر واضح العبارة، فتأخذ المنسكين أو أحدهما وتقرأ فيه. نعم. طيب لعل الاتصالات كثيرة، معنا مسفر من أبها، تفضل أخي مسفر. مسفر تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تفضل مسفر سؤالك. ألو. نعم نسمعك مسفر تفضل. يا الشيخ صالح السلام عليكم. عليكم السلام. اقصر التلفزيون مسفر، اقصر التلفزيون شوي. تفضل. أبغى أسألك يا طويل العمر عن عندي ولد في الرياض. نعم. ويقول ما يقدر ياخذ عيد من هناك، هل انا اعيد انا في الديره هنا ما بقي يقسم عني، ولا اعيد انا بعيدين؟ قصدك الاضحيه؟ ايوه من مشان الاضحيه. طيب الافضل انه يذبح الاضحيه في بيته في الرياض، واذا ذبحت انت عنه ونويته معك في ابها يجوز هذا، لكن الأفضل أنه يضحي في الرياض في بيته وعند أهله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحج من دون علم زوجها؟ وإذا كان الزوج كثير الأسفار عنها وهي لم تحج فريضة الإسلام، هل لابد من أخذ إذن الزوج؟ نعم تستأذن الزوج، ولكن ليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها من أداء الفريضة إذا وجدت المحرم، فليس له أن يمنعها من أداء الفريضة، لكن من حسن العشرة أن تطلب منه أن يأذن لها بذلك. نعم. وردتنا أسئلة كثيرة باسمه فضيلتكم، تقول الأخت أم محمد، هل يجوز للمرأة أن تحج عن الغير كأمها وأبيها وخالتها وهم أحياء؟ إذا كانوا لم يحجوا حجة الإسلام وكانوا عاجزين عن مباشرة الحج لكبر وهرم لا يستطيعون السفر، أو لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يستطيعون معه السفر، فإنه يحج عنهم، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. في هذه الحالة إذا كان كبيرا لا يستطيع الحج، أو كان مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع حج الفريضة، فإنه ينيب من يحج عنه. نعم. شيخ صالح، ترك واجب أو سنة أو ركن في الحج، ماذا يلزم الإنسان إذا ترك إحدى هذه الأركان؟ الأركان لا تترك، أما الوقوف بعرفة هذا إذا فات فات الحج، أما بقية الأركان مثل الطواف والسعي والإحرام هذه ما تترك، فبإمكانه أن يطوف ويسعى في أي وقت ولا يفوت وقته، والإحرام هذا يكون عند بداية الحج، عند بداية الحج من الميقات أو من المكان الذي ينوي منه الحج يحرم، هذا ما يعذر فيه، الإحرام ما يعذر فيه، والوقوف بعرفة أيضا يفوت بفوات وقته. نعم. ناخذ مهدي من الرياض، تفضل أخي مهدي.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال طال؟ السلام. يا طويل العمر، أنا حجيت قبل 4 سنوات وطال عمرك، يعني في بعض الحصى طاحت علي وهذا عند الجمار، واخذت زي ما تقول الباقية من نفس ذا من نفس هذا قريب من الجمرات. هل طال عمرك جائز هذا؟ لأني أنا سألت برضه، سألت شيخ وقال هذا جائز، يعني جائز، ما أدري والله، بس طيب. اني قلت أتأكد منك. أسمع. الله يعطيك العافية. طيب اسمع الإجابة. شكرا. لا بأس بذلك إذا لم يكن من الحوض، إذا لم تأخذها من الحوض وإنما أخذتها من الأرض ورميت بها فلا مانع من ذلك. الحمد لله. عبارة افعل ولا حرج يا شيخ صالح، ماذا يفهم منها في الأحكام؟ هذه في أعمال الحج يوم العيد، يوم الأعمال الحج الأفضل أن يرتبها، أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ويسعى على هذا الترتيب، هذا هو الأفضل. وإن قدم بعضها على بعض بأن طاف قبل أن يرمي الجمرة أو حلق رأسه قبل أن يطوف، فإذا قدم بعضها على بعض فهذا جائز، افعل ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال في يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. نعم. هذا يسأل يقول الحاج أو المعتمر أين يجعل البيت حين طوافه، وكم يطوف الحاج بالبيت، وما حكم طواف القدوم؟ يجعل البيت عن يساره ويبدأ من الحجر، إن تمكن من استلامه وتقبيله فعل، وإلا فإنه يشير إليه ويكبر ثم يمضي، فإذا حاذ الحجر مرة ثانية فقد تم له الشوط ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، 7 أشواط، هذا هو الطواف، ويجعل البيت عن يساره. نعم. طيب ناخذ الاتصال. مساعد من الشرقية، تفضل أخي مساعد. السلام عليك يا شيخ صالح. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ صالح، أنا رجال أستلم راتب يعني مو بشوي، تقريبا في 15، ولكن ما حجيت ولا بغيت أحج، ما يوفي يعني راتبي إني أصرف على بيتين، بيت فيها أيتام وبيت فيه الشيبان، فيعني ما يكفيني راتبي إني أحج، يعني هل حرام علي ولا حلال؟ وجزاك الله خير عني وعن جميع المسلمين، والله يحفظك. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كنت ما تستطيع الحج، ما عندك نفقة تبلغك للحج، فليس عليك حج ولو لك راتب. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. ما حكم من حج وهو تارك للصلاة، سواء كان ذلك عمدا أو تهاونا، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ لا تصح صلاة، لا يصح حجه ما دام تاركا للصلاة، فإنه لا يصح حجه ولا جميع أعماله حتى يقيم الصلاة بعد الشهادتين. فالذي يترك الصلاة متعمدا أو متساهلا لا تصح أعماله، لأنه ترك عمود الإسلام، الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، هي عموده، فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك. نعم. فالصلاة آكد من الحج، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والحج هو الركن الأخير، الركن الخامس. نعم. لا تجزئه عن حجة الإسلام؟ ما تصح، ما دامت ما صحت ما تجزئه، حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة ثم يحج. نعم.
يقول حديث جابر رضي الله عنه بأنه قال عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، هل يصح هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح ومبني عليه مناسك الحج، لأنه حديث جليل اشتمل على مناسك الحج وعلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها في الحج، فهو حديث صحيح ومعتمد عند أهل العلم. وفيه أنهم نابوا عن الصبيان في الإحرام عنهم، نووا الإحرام لهم، وهذا في الصبي الذي دون التمييز. أما الصبي المميز فإنه ينوي هو الإحرام ويكون له نافلة، وأما الذي دون التمييز فإنه يحرم عنه وليه ويحمله في الطواف وفي السعي ويستصحبه في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ويرمي عنه الجمار لأنه ما يستطيع الرمي فيرمي عنه. نعم. صيام يقول عشر ذي الحجة ومن صام يوم وأفطر يوم، والأفضل في ذلك شيخ؟ لا، الأفضل أنه يصومها كلها من بداية الشهر من يوم واحد إلى اليوم التاسع. إذا كان حاجا لا يصوم يوم عرفة، أما إن كان غير حاج فإنه يصوم يوم عرفة مع العشر لتجتمع له الفضيلتان، فضيلة صيام العشر وفضيلة صوم يوم عرفة لغير الحاج. نعم. هذا الأخ أبو محمد يقول يا شيخ، هل يجوز أن أقترض وذلك لتأدية فريضة الحج، وقد سمعت بأن الذي عليه ديون لا يحج حتى لو مات؟ نعم، الذي عليه ديون ما يستطيع يسددها ليس عليه حج، لأنه غير مستطيع للحج. أما إذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويوفر نفقة الحج يجب عليه الحج. نعم. هذا يسأل الشيخ عن حكم الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، لأن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي واقفا فيها صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، ثم انصرف ودفع إلى مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم. فمن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس يجب عليه الرجوع والبقاء فيها إلى أن تغرب الشمس ولا عليه شيء. أما إذا انصرف قبل الغروب واستمر ولم يرجع يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. أحمد من الطائف، تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم. أحمد لو سمحت بس شوي توطي التلفزيون شوي، قصر التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال عن الحج، يعني إذا مشيت كذا بالتهريب يعني جائز ولا مع الحملة؟ وش السؤال؟ نعم؟ أعد السؤال يا أحمد. قلت لك يعني أنا ما استطعت يعني إني أحج مع الحملة، إيش إذا أبغى أسألكم يعني إذا حجيت بالتهريب جائز ولا ما هو جائز؟ تهريب؟ اي مخالفة النظام يا شيخ. ايوه عدنا. لا يحج مخالفا للنظام، يتعرض للمسؤولية لا يحج. نعم. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ، الحج ومكانته بين مواسم الخير، كيف منزلة هذا الركن العظيم بين مواسم الخير؟ الحج ركن من أركان الإسلام على من مستطيع، وما زاد عن الحجة المرة فهو تطوع ويكون من أفضل الأعمال،
لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففيه فضل عظيم. نعم. هل يجوز للحاج أن يوكل في الطواف أو السعي أو في كل شيء؟ لا، لا يوكل. الطواف يطاف به محمولا، والسعي يسعى به محمولا إذا كان ما يستطيع المشي، ولا يوكل من يطوف عنه ولا يوكل من يسعى عنه. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الدعاء إذا وافقت يوم عرفة، ما هو الدعاء الذي شرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم. هذا سائل آخر يقول: يا شيخ، بالنسبة للحاج، هل له أن يصلي صلاة الليل وكذلك الضحى في عرفة؟ وهل ينكر على من صلى؟ صلاة الليل، المسافر يصلي صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل وهو مسافر على راحلته، التهجد في الليل يصليه المسافر، إلا ليلة المزدلفة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نام لما صلى المغرب والعشاء، نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، ثم قام مبكرا وصلى صلاة الفجر. فلما واختلف العلماء هل أوتر في هذه الليلة أو لم يوتر. فعلى كل حال، النوم في مزدلفة مطلوب لأجل أن يتقوى به على أعمال الحج في يوم العيد، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ناخذ المتصل أبو عمر من جدة. تفضل أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا شيخ، عندي سؤال. تفضل. أنا أبغى أحج عن رجل متوفي وأهله ما يستطيعون أن يدفعوا نفقات الحج اللي هي للمخيم، لأن تكاليف المخيم على ما أظن والله أعلم كثير، ولكن يبغوا يدفعوا فلوس المصروف المواصلات ومصاريف. نعم. فأنا متبرع لهم، فهل ممكن أروح إذا لقيت طريقة، ولكن أخاف أن لا يعيقني النظام، وجزاك الله خير. لا لا بد من أخذ التصريح في ذلك، لئلا تعرض نفسك للعراقيل والمسؤوليات، تأخذ التصريح. وأما المال فتأخذ ما تيسر، أو لا تأخذ شيء، هذا راجع لك أنت، كونك لا تأخذ شيء هذا أفضل. وإن أخذت قدر النفقة وقدر، أو أخذت ما تعطى بدون اشتراط، فلا بأس بذلك. نعم. شيخ، المحافظة على الأنظمة والتعليمات أمر مطلوب، يتساهل بعض الناس في هذا الأمر في هذه المناسبة. الأنظمة والتعليمات من صالح الحجاج، مع أنها أمر من ولي الأمر، ولي الأمر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية الله. هذا ليس معصية، هذا من تنظيم الحج ومصالح الحج والحجاج،
فيجب الالتزام بنظام ولي الأمر في الحج وفي غيره. نعم. شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟ إذا كان ما نوى العمرة إلا من جدة يحرم من جدة، أما إذا كان جاء من الرياض يريد العمرة ذهب إلى جدة فلا بد أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه الميقات الذي تعداه ويحرم منه للعمرة. نعم. الحج المبرور الذي وعد الله صاحبه بالمغفرة والجنة، ما هو وما سماته يا شيخ؟ الحج المبرور هو الذي يؤدى على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون النية خالصة لله عز وجل، ولا يكون فيه مخالفات. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالذي يسلم من هذه الأمور مع إتيانه بمناسك الحج تقرب بالطاعات إلى الله، هذا هو الحج المبرور. نعم. هذا يسأل يقول: ما هو دعاء السفر، وهل يقال عند السفر للحج؟ كل سفر إذا ركب على الدابة أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة يدعو بدعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: بالنسبة للمناسك الإفراد والتمتع والقران، هل هم بمنزلة في الأجر واحدة أو يختلفان؟ لا يختلفان. التمتع أفضل، ثم يليه القران، ثم من بعده الإفراد. لا شك أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. نعم. والتمتع أفضل من القران، والقران أفضل من الإفراد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن يقول لي: ابن صغير في السابعة ونحن في البيت أنا ووالدته، هل نأخذه معنا للحج، وما حكم حج الصبي الذي لم يبلغ؟ نعم، خذوه معكم، وإذا كان مميزا يحرم وينوي الإحرام هو لنفسه، وتجنبونه محظورات الإحرام ويؤدي المناسك معكم، ويكون له حج نافلة، يكون له حج نافلة. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم دفع قيمة الأضحية نقودا، وهل تجزئ؟ لا تجزي النقود عن الأضحية، ولا تغير العبادات إلى دراهم وأموال، هذا تغيير للعبادة. فالأضحية تذبح كما شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان هناك محتاج فقير وتقول بتصدق عليه ولنا مضحي، وهذه الفقر ملح وضرورة، قد يكون هذا أفضل من الأضحية. نعم. ولكن الأضحية يقولون ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، إلا في حالة الضرورة والمسغبة، هذا شيء آخر. نعم. مهدي من الطائف معنا على الخط. مهدي، طيب ناخذ اتصال آخر. يعمل في الرياض منذ 3 سنوات، وبفضل الله يقول: يا شيخ أتممت فريضة الحج
ولكنني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله حيث أنه لم يحج، فما كيفية الحج للمتوفى الذي لم يحج إن كان ذلك يجوز؟ نعم هذا يجوز، ولك فيه أجر وفيه إبراء لذمة الميت وبر للوالد، فحج عن أبيك الميت جزاك الله خيرا، وتحج عنه كما حججت عن نفسك، تحج عنه مثل ما حجيت عن نفسك. نعم. الحاج أيام التشريق أين يبيت؟ وما حكم هذه الأيام بالنسبة للحاج؟ ماذا يعمل بها؟ الحاج أيام ليالي التشريق، ليالي التشريق يبيت في منى إذا تيسر له ذلك، وليس له عذر يمنعه من المبيت. أما إذا كان له عذر يمنعه من المبيت فإنه يسقط عنه المبيت، كالمريض الذي ينقل إلى المستشفى ولا يستطيع البقاء في منى، أو الذي يعمل لصالح الحجاج ولا يستطيع أن يبيت في منى يسقط عنه المبيت. وأما إذا كان يستطيع المبيت ولكن لم يجد مكانا فإنه يجلس في منى في أي مكان تيسر له إلى منتصف الليل، ثم له أن يذهب. وإذا لم يجد مكانا يجلس فيه يكون مع الحجاج ولو خارج منى، يكون في طرف الحجاج ولو خارج منى، مثل المسجد إذا ضاق بالمصلين يصلون خارج المسجد. نعم. نأخذ خالد من الرياض، تفضل أخي خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك خالد تفضل. أيها بغيت أسأل عن الحج، قد حجيت أنا الوالدة وأختي قبل سنتين تقريبا. أيوة. ويوم 12 الحملة أمرتنا يعني لازم نتعجل خلاص، وبعدين خلاص نبغى نرمي بعد صلاة الظهر عشان يوم 12 متعجلين، حصل زحمة زي كذا في الجمرة الأولى والجمرة الثانية، يعني احنا بعيدين عن الجمرة، وخدت عن أهلي وكلوني ورميتها عنهم، والجمرة الثالثة خليتهم يرمون سواء، يعني ما في زحمة بعد الجمرة الثانية، يعني ما الحكم؟ لا بأس بذلك، إذا عجزوا عن الرمي أو عليهم خوف من الزحمة ووكلوك ورميت عنهم فلا بأس بذلك. نعم. الحمد لله. أيهما أفضل الشيخ صالح، التعجل أم التأخر؟ وما نصيحتكم أيضا لأصحاب الحملات في مثل هذا الأمر؟ التأخر أفضل، لأن فيه إكمال أيام الحج، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ونفر في اليوم 13، هذا أفضل بلا شك. ولكن الأمر فيه سعة، أنه إن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يغلط بعض الناس يجعل اليومين يوم العيد ويوم 11، لا، يومين بعد يوم العيد، يوم 11 و12، تعجل في يومين يعني يوم 12 بعد أن يرمي الجمرات بعد الظهر له أن يرحل وينهي حجه ويطوف للوداع ويسافر. وننصح للحجاج عدم العجلة، لأنهم جاءوا حجاج وجاءوا من مسافة بعيدة وجاءوا قاصدين للثواب، فعليهم أنهم لا يضيقون على أنفسهم، و يحصل أيضا تفريط في بعض أعمال الحج من أجل التعجل. الحمد لله الأمر فيه سعة، عليهم أن يوسعوا على أنفسهم ويأخذوا الأمور بالسعة والتيسير، وهم في حرام وفي بلد الله الحرام وجايين يطلبون الثواب، فما الذي يعجلهم حتى يخلوا ببعض أعمال الحج؟ وأما أصحاب الحملات عليهم أن يتقوا الله عز وجل، يتقوا الله في الحجاج
يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يحملوهم على أن يتركوا بعض المناسك لأجل أن يوفروا على أنفسهم المال. هم أخذوا منهم ما يقابل الحج كاملا، فعليهم أن يمكنوهم من الحج ولا يعجلوهم حتى يخلوا بشيء من مناسك الحج. هذه خيانة، وهذا أكل للمال بالباطل إذا لم يمكنوهم من أداء الحج على الوجه المطلوب. فعليهم أن يتقوا الله، وعلى المسؤولين أيضا عن الحملات والترخيص لها أن يلزموهم بذلك، وعلى الحجاج الذين يجدون من أصحاب الحملات ما يضايقهم أن يشتكوهم على المسؤولين عن الترخيص للحملات. نعم، أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. محمد من مكة معنا على الخط، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. خارج حدود الحرم وأبغى حج، والحملة غالية. نعم. وأبغى حج كذا، أروح عرفة ومنى، وما أدري كيف رأيك. ألو. المهم تأخذ تصريح. نعم. سواء حجيت مع الحملة أو حجيت منفردا تأخذ تصريح. ما يعطونك يا شيخ تصريح. ما يا أخي اسمع اسمع الإجابة، اسمع الإجابة يا أخي. تفضل تفضل يا شيخ. إذا ما عطوك لا تحج. خلاص الحمد لله. أقول إذا ما عطوك تصريح لا تحج، تعرض نفسك للضيق والمسؤولية. ما أمرك الله بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لي زميلي شيخ رمى يوم الحادي عشر ووكل ورجع إلى أهله، هل حجته صحيحة؟ حجته ناقصة، صحيحة لكنها ناقصة، لأنه ترك المبيت بمنى، ترك رمي الجمار. لا يقول وكلت، لا، ما يجوز له التوكيل. ترك رمي الجمار، ترك طواف الوداع، فعليه عن هذه الأمور، عن كل واحد فدية، عن المبيت بمنى فدية، عن رمي الجمار فدية، عن طواف الوداع فدية، وهو معرض نفسه للإثم في هذا العمل. نعم. علي من الدوادمي، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال الله يغفر والديك يا شيخ. تفضل. نعم. كلمة بحرج يعني يا شيخ، وش هل هي شرك ولا ما هي بشرك؟ وفي سؤال ثاني يا شيخ. خلي يجاوب الشيخ. لا، ما هي بشرك. نعم. نعم. والحين يا شيخ الله يجزاك خير، إذا قلنا الشمس خذي سنة غزال، حنا نقول حنا صغار نقول يا شيخ ابن أول خذي سنة، أعطينا سن غزال. اي لا، حسي البزران ما عليكم منه. نعم. طيب شكرا. ما قولكم فضيلة الشيخ عن بر الولد والديه بحجة وعنده مسجد يحتاج إلى بناء، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحج عن والديه؟ إذا كان والداه لم يحج حجة الإسلام فإنه يؤدي فريضة الحج عنهما، وهذا أفضل من التبرع للمسجد. أما إذا كان والداه قد أديا حجة الإسلام، فإن كان الناس بحاجة إلى المسجد، هناك حاجة شديدة إلى المسجد، فوضع الصدقة فيه أفضل من حج التطوع. نعم. عوض من الخرج، تفضل يا عوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال للشيخ. السلام. هل توكل المرأة في رمي الجمرات إذا خافت الزحام أو بعد المسافة؟ هذا السؤال الأول. طيب جاوب. نعم، الشيخ. إذا كان عليها خطر أو عليها مشقة فلها أن توكل من يرمي عنها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، من أراد أن يفرد بالحج
هل يؤخر طواف القدوم وسعي الحج إلى طواف الإفاضة أو طواف الوداع؟ وهل يلزمه الخمس فروض في منى في اليوم الثامن؟ طيب شكرا. العفو. يا أخي طواف القدوم ما هو واجب، إن تمكن منه فهو أفضل، وإلا ما هو لازم. الواجب عليه طواف الإفاضة عن الحج والعمرة، والسعي عن الحج والعمرة أيضا، هذا الواجب عليه، طواف واحد وسعي واحد عن الحج والعمرة للقارن. طواف الوداع إذا أخر طواف الإفاضة وطاف عند السفر يغني عن الوداع، لأنه يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت. نعم. أبو بندر من الباحة، تفضل أبو بندر. تفضل أبو بندر. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي. أبي أسأل الشيخ الله يطول عمرك. تفضل تفضل. كلم تفضل. سؤالك. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التوكيل في مناسك الحج؟ وهل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب أو القفازين في الحج؟ المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين، لأن الرسول نهى ما تلبس النقاب ولا القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، هذا محظور من محظورات الإحرام، لا تلبسهما. وأما التوكيل توكل ما تعجز عنه من رمي الجمار، تعجز عنه من رمي الجمار، وأما غير رمي الجمار فليس بحاجة إلى توكيل. المبيت بمنى هي تبيت، الوقوف بعرفة لابد منه، تقف هي ركن من أركان الحج. المبيت بمزدلفة أيضا تبيت في مزدلفة، ما توكل في هذا. نعم. محمد من الدمام، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي طال عمرك، عندي سؤال عليه الجواب لو سمحت. تفضل الشيخ معك. قبل فترة الله يغفر له ويرحمه، وأفادت أحد الأخوات اللي كانت تقيم معه أن صار عليها شهر من أثر المرض ما صاب. فأنا والأخوان، قال واحد من الأخوان إيش رأيك كل واحد يصوم 10 أيام، صمنا كل واحد صام 10 أيام، هل يجزي ولا لازم واحد نفر يصوم عن الأيام اللي راحت كلها؟ طيب شكرا يا محمد. العزالي يا أخي، إذا كان والدكم ترك الصيام من أجل المرض ما يستطيع يصوم ومات في هذا المرض، فإنه ليس عليه شيء ولا يصام عنه، لأنه ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومات في هذا المرض. نعم. أبو سعد معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أبو سعد. سلام، أبو استفسر عن الأضحية، بكلم الشيخ. طيب تفضل أبو سعد. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شيخ، بس أبغى استفسر عن الأضحية. الوالدة مصيتني بالأضحية، وأنا كل سنة أضحي لها، هي حية على قيد الحياة، بس أنا في بيت وهي في بيت، بس أنا ماديا ما أقدر أضحي لي أنا شخصيا، هل الأجر يشملني أنا وهي، ولا بس الأجر لها لوحدها؟ إذا كانت أعطتك الفلوس ثمن الأضحية لازم تنفذ لها، أما إذا كانت ما أعطتك ثمن الأضحية وأنت معسر أو ضايق بك الحال، تذبح أضحية عنك وعنها وعن الجميع وعن أهل بيتك. طيب أنا مستقر يا شيخ في بيته وهي في بيتي، يعني تشملنا الأجر إن شاء الله أنا وهي؟ إن شاء الله. الله يجعل أبوك الجنة وليهين. وليك، شكرا لك. نختم هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة في ارتداد. طيب يا شيخ، هل يجب على الزوج أن يدفع تكاليف حج الزوجة؟ لا، ما يجب عليه ذلك، إن كانت عندها مال وتستطيع وجدت المحرم فإنها تحج، إذا ما عندها مال ما وجب عليها حج، ولو وجب عليها حج ما يلزم الزوج أنه يدفع نفقة الحج عنها إلا من باب الإحسان والتبرع. نعم.
قاربنا شيخنا الكريم صالح على نهاية هذه الحلقة، نرجو أن تختموا هذه الحلقة بكلمة ختامية مأجورين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين في هذه الأيام وفي هذا البلد المبارك والحرم الشريف، أن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال والنيات في أي مكان، ولا سيما في بلاد الله الحرام. فعلى المسلم أن ينتهز الفرصة في وجوده في هذا البلد الحرام، وأن يستغله بالطاعات والقربات، وأن لا يروح للمزارات، لأن بعض الحجاج الجهال يروحون للمزارات أو يغرهم الذين ينقلونهم بسياراتهم علشان الطمع، لا يروحون للمزارات، ما فيه مزارات، فيه أنه يروحون للمنى يوم منى وأيام منى، ويروحون المزدلفة ليلة مزدلفة، يروحون لعرفة يوم الوقوف، هذا الذي يذهبون إليه، وبقية الأيام يبقون في المسجد الحرام أو في أحد مساجد مكة، ويكثرون من الطاعات، أو في بيوتهم ويذكرون الله ويصلون صلوات النوافل، هذا هو الذي يفيدهم ويؤجرون عليه. أما الذهاب للمزارات والمسجد الفلاني والقبر الفلاني وكذا، هذا ما يجوز. نعم، الحقيقة أشكركم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذه الساعة المباركة التي قضيناها معكم. استفدنا من توجيهاتكم ونصائحكم وفتاواكم المستندة على الكتاب والسنة. الحقيقة أيضا أشكر زملائي في استديو مكة الذين استقبلوا الشيخ وهيأوا له سبل الوصول والراحة، وأشكر أيضا زملائي معي في استديو الرياض الزميل محمد الخالدي مخرج هذه الحلقة. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.